جينا دالة الاند او دالة الاف راح نستخدمها ويا الاند. تذكرون بمحاضرة سابقة اخذنا دمجنا دالة الكاونت ويا الاف، كانت دالة الكاونت تستخدم لنا فقط ويا جمع الارقام او معرفة عدد الخلايا اذا كانت تحتوي على ارقام. في حالة انه كانت تحتوي على نصوص ما كنا نعرف شلون، او ما كانت تشتغل دالة الكاونت، من دمجناها ويا دالة الاف حققت لنا الشرط بحساب الخلايا اللي تحتوينا على النصوص ضمن الشرط اللي نطلبه. هنا دالة الاند كانت تنطينا ترو وفولز، اليوم راح ندمجها ويا دالة الاف حتى تحقق لنا شرط معين. راح نفتح برنامج الاكسل وراح نطبق الدالة، راح نسوي جدول هنا عندنا مجموعة مواد وأريد نعرف النتيجة. راح نعطي درجات لهذا الجدول، على شنو واقفة؟ تمام. سوينا 3 حقول، اكبر لكم اياها حتى تكون واضحة. هسه راح نجي نكتب الدالة مالتنا. كل دالة لازم تحتوينا على أو تبدأ إنه بيساوي، راح نكتب دالة الإف ونفتح قوس. أيضا كل دالة من نكتبها لازم نفتح براها قوس. راح نبدي نكتب دالة الآن، كتبنا الآن أيضا راح نفتح قوس. هنا قلنا شنو هو رقم الخلية اللي هو E4 أكبر يساوي 50 شبيه فارزة. بعد شنو عندنا ال F 4 أكبر يساوي 50. هنا جاي نسوي ناخذ حقل، يعني ناخذ هذا الخلية وهذا الخلية وهذا الخلية، 3 مواد. أكبر يساوي 50، الشرط مالتنا شرط النجاح هو 50. عفوا ما كتبنا F أكبر يساوي 50 فارزة.
راح الخلية الثالثة هي جي أربعة أكبر يساوي 50 فارزة، عفوا مو فارزة، راح نسد القوس. ليش؟ خلصنا من دالة الآند. هسه راح نجي نكتب الشرط مال دالة الإف. براها راح نكتب شرط دالة الإف اللي هو شنو، مش راح يكون، ايش راح يكون؟ راح يكون الفارزة اقتباس ناجح، سد الاقتباس فارزة، راح نكتب مكمل مثلا راسب حسب ونسد القوس. بعدها راح نضغط انتر. عندما ضغطنا انتر تنفذ عندي المعادلة التالية. هنا شو راح تشتغل هذه الخلية او هذه المعادلة؟ راح تجي بالبداية اف اند، هنا راح يتنفذ بالبداية اللي بداخل الاقواس، اللي بداخل اقواس الاند. فراح تجي دالة الاند تنفذ اي اربعة اللي هي هذه اي اربعة، هذه الخلية اكبر او يساوي 50، هنا شنو اقل من 50، فش راح مباشرة من دون ما يقارن ويا بقية الخلايا راح ينطينا، مكمل. واضح؟ راح نجي بعادة كتابة الدالة يساوي اف ونفتح قوس، نكتب دالة الاند وايضا نفتح قوس. راح نجي على الخلية الاولى هي اي خمسة اكبر يساوي 50. نعم اي نعم، بس انا جاي انا اريد اعيد الدالة، اريد اكتبها مرة ثانية. اف خمسة اللي هي الحقل الثاني او الخلية الثانية، اف خمسة اكبر يساوي 50 وايضا فارزة. الخلية الاخيرة هي جي خمسة اكبر يساوي 50. بعد ما خلصنا دالة الاند راح شو نسوي؟ نسد الاقواس. حاليا احنا ايش كتبنا؟ دالة الاند. اذا نخليها بهالصورة ايش راح ينطينا؟ ينطينا ترو فولس. بهالطريقة ايش راح ينطينا؟ ينطينا ترو فولس. لازم شو نسوي؟ نحقق دالة الاف. هسه راح نجي نكتب شرط دالة الاف. هنا شو راح تشتغل الدالة؟ راح تيجي تشيك بالبداية اي خمسة اكبر من 50، اوكي اكبر. اف خمسة اكبر من 50، اكبر. جي خمسة اكبر من 50، اوكي. هنا شو ينطينا؟ راح ينطينا الناجح اللي هو الشرط الاول. في حالة كان واحدة من ذن الخلايا اقل من 50 راح مباشرة شو يحولنا؟ يحولنا على الشرط الاخير اللي هو مكمل. سد الاقتباس ونسد القوس الأخير. بعدها راح نضغط على انتر. هنا شنطانة ناجح. ليش؟ لأن كل هذا الموجود هو أكبر من 50، لذلك انطانة ناجح. راح نخلي مؤشر الماوس هنا وبعملية السحب راح تطلع لنا بقية النتائج. لاحظ هنا عندنا درجة واحدة 14 شنطانة مكمل. هنا نفس العملية أيضا عندنا درجة 41، هنا عندنا 45، هنا ما عندنا درجة مكملة فانطانا ناجح. هنا يجي قارن مثلا اسم الطالب مثلا أحمد، عندكم مجموعة مواد، أريد نعرف أو نط النتيجة العامة للطالب، نتيجة الطالب العامة اللي هو من خلاله نعرف ناجح نعرف مكمل. باستخدام دالة الـ if and راح تنطينا نتيجة الطالب النهائية.
إذا تلاحظون بالمحاضرات السابقة من أخذنا دالة الإف، دالة الإف من أخذناها أيضا كانت شنو نضينا تنطينا، كانت تنطينا التقدير. تقدير مثلا بهذه المادة هي 87 تكتبها جيد، يعني تنطينا الدرجة، خلينا نقول إنه نقدر نحولها درجة رقما وكتابة، تنطينا التقدير. بالنتيجة من تستلمون النتيجة ينطوكم بس تقديرات، ما ينطوكم نتائج أرقام، فقط تقديرات. فبالتالي دالة الإف من ندمجها ويا دالة الأند راح تنضينا الشرط المعين. في حالة أنه نستخدم دالة الأند بوحدها راح تنطينا ترو وفولز، فقط ترو وفولز. هل عنده سؤال؟ نجي نخلي مؤشر الماوس على الخلية. تشوفون هسه مؤشر الماوس هو بلون أبيض، من نخليه على هذا الركن راح شي يصير بلون أسود. وبعملية السحب نخليه نضغط ونبقى ضاغطين ونسحب الماوس لآخر خلية راح ينفذ مباشر. هنا عندنا هذه مثلا خلية بها خطأ، هذه النتيجة الرقم به خطأ، اللي هو الخطأ قد يكون هو 47 كاتبيه بالخطأ 74. من نغير شرح مباشرة تشتغل الدالة وينطينا مكمل. أي بما معنى أنه تمت تكتب هذه الدوال حتى إذا تغيرت هذه الأرقام كلها، هذه الأرقام إذا تغيرت راح تنطينا نتيجة معينة. يعني كل ما تغير بالأرقام راح تتغير عندك هذه المعادلة. فهذه المعادلات تقدر تكتبها لمرة واحدة وتستخدمها كثير من المرات. مثل ما عندنا الماستر شيت اللي نشتغل عليه بدرجاتكم، هو ثابت لتقريبا 5 أو إلى 6 سنوات، ثابت هو مجرد ما نجي كل سنة عندنا واحد فارغ، يعني غير ما بي درجات واسماء، نجي مثلا جونا الاول خليناهم وخلينا موجودة اسماء المواد ونبدي ندخل بدرجات، مثلا الفصل الاول، فصل نص السنة، الفصل الثاني واخير السنة وهكذا، وينطينا نتائج، ومن ثم نسوي ترحيل للمرحلة الثانية ويجونا الاول وهكذا. اي بما معنى انه الماستر المعادلات اللي موجودة بالماستر شيت اشتغلناها مرة واحدة وبقى استخدامها لأكثر من مرة. نفس العملية هنا أيضا، المعادلة تكتبها مرة واحدة وتبقى استخدامها لأكثر من مرة. أحد عنده سؤال شباب؟